أهلا بكم في حلقة جديدة من فنون الكتابة، وكيف يستطيع القلم أن يختصر مشاعر وأفكار وقضايا وهواجس مختلفة ينقلها الكاتب إلى المتلقي أو القارئ فيشاركه السؤال وبحثا عن الإجابة. في هذه الحلقة، ربما بمناسبة مرور 3 سنوات على رحيل قامة أدبية كبيرة، ربما ما يميز هذه القامة هو كيف استطاع نسج الكلمات في بساطه الزمني انتقالا ومرورا ما بين الماضي والحاضر. هل كان يلجأ إلى التاريخ ليكتب رواية تاريخية، أم أنه اعترض على هذا المسمى في فكرة جدل الأصالة والمعاصرة كما قال الناقد دكتور جابر عصفور؟ فهو ينتقل إلى ما في المستقبل 1000 عام، فيكون شاب أوراق شاب عاش 1000 عام، أو يرجع إلى الماضي 500 عام، إلى العصر المملوكي والزيني بركات، أو أبعد من ذلك في متون الأهرام فينسج الكلمات، أو يبني المعمار من خلال التجول في سرودقات الزيني بركات أو في متون الأهرام حيث البناء على شكل هرم. ما بين عمله كقاص وروائي وأيضا مراسل حربي استغل ذلك في كتابة مجموعة قصصية وروايتين، أو من خلال عمله الصحفي، نجول اليوم في حياة هذا الأديب. نحن نتكلم عن الأديب القاص والروائي والكاتب الصحفي جمال الغيطاني. للحديث حول هذا الكاتب والأديب الكبير الراحل، يسعدني أن يكون معي الباحث والخبير في التراث الثقافي دكتور يسري عبد الغني. أهلا بحضرتك وأهلا بقناة ثقافية قلعة الاستنارة. أشكرك يا فندم. طيب، أنا هبدأ من خلال مقطع موجود على الصفحة الرسمية لجمال الغيطاني، وربما أراد بها أن يختصر رحلته، فيقول: أمنيتي المستحيلة أن أمنح فرصة أخرى للعيش، أن أولد من جديد لكن في ظروف مغايرة، أجيء مزودا بتلك المعارف التي اكتسبتها من وجود الأول الموشك على النفاد، أولد وأنا أعلم أن تلك النار تلسع، وهذا الماء يغرق فيه من لا يتقن العوم، وتلك النظرة تعني الودن، وتلك تعني التحذير، وتلك تنبئ عن ضغينة. كم من أوقات أنفقتها لأدرك البديهيات، وما زلت أتهجى بعض مفردات الأبجدية. هو من العجيب أن يكون كاتب بهذه الغزارة في الكتابات المختلفة والمتنوعة، ويقول أن لديه الكثير ما زال، وكان يتمنى أن يكون لديه الوقت الكافي وأن يعيش حياة أخرى برغم الحيوات المختلفة. 53 كتاب، ويتمنى أن يعيش حيوات أخرى ليكتب ويكتب ويكتب، وهي حيوات ما بين قاص وروائي ومراسل حربي وصحفي. طيب، ولكن في هذه النقطة، وهي فكرة الزمن عند جمال الغيطاني، فنجده متنقلا في المستقبل بعد 1000 عام، راصدا الهزيمة في عام 2967، أو يرجع إلى 500 عام في الزيني بركات، أو أكثر من ذلك في متون الأهرام. الزمن بالنسبة لجمال الغيطاني، أعتقد أن جمال الغيطاني هو من أفضل كتابنا الذين تعاملوا مع قضية الزمن، ولا أقصد أنه قهر الزمن، لا أحد يقهر الزمن، ولكن كل ما في الأمر أنه فهم ووعى قضية الزمن كيف يتجول فيه جيئة وذهابا كما يقولون، إزاي يتحرك خلاله، واخد حضرتك. وأعتقد أن إيمانه بفكرة أن الزمن كفيل بأن يصنع الأعاجيب لو فهمناه ووعينا، أعتقد هي مفتاح شخصية جمال الغيطاني، وبالذات عندما عاد إلى التراث. وأنا اسمح لي معلش بس جملة بسيطة، أنت عارف حضرتك إحنا لحد نص القرن 19 حيث بدأت نهضتنا الأدبية. نهضتنا الأدبية والثقافية والفكرية قامت على عمودين، أو قامت على ركنين. الركن الأول هو الانطلاق نحو الغرب، أو الأخذ من الغرب، والنقطة الثانية إحياء التراث العربي.
هذه أو أخذ التراث أو فهم التراث أو البحث عن هوية كما يقولون. ظللنا في ظل مجموعة من الجهود التي عادت إلى التراث وربطت بين الأصالة والمعاصرة، وهذه القضية التي أهتم أنا بها شخصيا، إلى أن جاء القرن العشرين. مشينا كده سنتين يعني عقدين ثلاثة من القرن العشرين، وبعد كده تقريبا تجاهلنا هذه القضية وبدأنا نركز على الأخذ من الحضارة الأوروبية. هنا جاء صوت جمال الغيطاني في تلك الفترة، أي أنه واصل من قطع، أي العودة إلى التراث. العودة إلى التراث كنا في أمس الحاجة ليها لما جمال الغيطاني بدأ يتعامل مع التراث. وأعتقد أن حكايات شاب من ألف عام أو عاش ألف عام أو دي كانت، أنا في رأيي أن هي دي كانت العلامة أول، ودي اللي خلى ناقد كبير زي أستاذنا محمود أمين العالم اللي كان في الوقت دوت رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ورئيس تحريرها، يقرأ هذه المجموعة المكونة من خمس قصص فقط لا غير، ويشعر أن هذا الكاتب الشاب يمتلك شيء، ويقول أننا سنمر بتجربة قصة قصيرة عربية جديدة. ومنه أخذوا ليعمل في أخبار اليوم ويبدأ رحلته مع الصحافة، تلك الرحلة التي أعطت للأستاذ جمال رحمه الله الكثير والكثير. أستاذ جمال الغيطاني كان يرفض مصطلح رواية تاريخية، وكان يقول أنه مؤمن بفكرة وحدة التجربة الإنسانية، بأن عندما قرأ في فترة الفترة المملوكية ثم بعد ذلك يعني مرج ضابق وما حدث في شمال الحلب، أن أسباب الهزيمة في 1517 وكأنها كانت أسباب الهزيمة في 1967 وده في زين البركات ده بالضبط فيقول أن فكرة التاريخ وكأنه يعيد نفسه، أو أنه يجد ليس كتابة عن التاريخ بشكل مجرد، ولكن وكأنه يكتب عن الحاضر من خلال نظرة إلى الماضي. بداية نقول أن التاريخ لا يعيد نفسه، ولكن جاز الظروف هي التي تعيد نفسها في أماكن معينة ولدى شعوب معينة. أما التاريخ فلا يعيد نفسه، التاريخ يستمر ويتحرك ويتحرك، التاريخ في حركة دائمة. الأستاذ جمال كان يقصد من ذلك هو أخذ الدروس أو العبر المستفادة من الأحداث التاريخية. وزي ما قلت حضرتك في الزين بركات، عندما هزم السلطان قنصوة الغوري من العثمانيين في موقعة طبعا الأول مرج ضابق، وبعد كده الريدانية شرق العباسية، وقتل الغوري سلطان مصر والشام في ذلك الوقت تحت سنابك الخيل، كان هناك أسباب لهذا، أسباب لهذا أعتقد أن الأستاذ جمال رصدها في الزيني بركات رصدا مفصلا، وقال ما أشبه اليوم بالبارحة، ما أشبه اليوم بالبارحة في العوامل التي أدت إلى الهزيمة، العوامل متشابهة، ما حدث في 67 يقترب تماما مما حدث في موقعة مرج ضابق واحتلال مصر من العثمانيين. الدروس المستفادة يعني هي عبرة الدروس، هو التاريخ بيتحرك، التاريخ ما بيقعدش، لا التاريخ متحرك على طول، ولكن هو الأستاذ جمال كان يقصد الدروس المستفادة من هذا التاريخ، وحضرتك ربطت بين الزين بركات وبين نهاية العصر أهلا بكم مجددا، وحديث حول النساج والمعماري الكاتب الصحفي والقاص والروائي جمال الغيطاني. أعود بالحديث إلى ضيفي دكتور يسري عبد الغني، وكنا نتكلم عن اللغة التراثية وكيف كتب المؤرخون كتابة بمصطلح أسميته البلاغة الشعبية، تمام، ولكن كيف أخذ جمال الغيطاني من مناهل هذا التراث ليجعله في مسار سردي عبر رواياته وقصصه؟ الحقيقة في طريقتين للتعامل مع لغة التراث بوجه عام. اللغة اللي بنسميها اللغة الحرفية احرافية او اللي هي الحرفية، يعني بتاخد بعض الكليشيات الخاصة او بعض اللغة الخاصة او بعض الجمل الخاصة من هذا التراث، وفي الحاجة التانية مش عارف هذا التعبير ينفع ولا لا، لغة الاستيعاب او لغة الهضم، واخد بالك ان انت بتقرأ حضرتك التراث وبتستوعبه وبعد كده تسترجعه بكتاباتك وبطريقة الخاصة. انا في رأيي ان جمال الغيطاني
يعني التراث عنده كان بالنسبة له كان شيء مبهر، يعني هو كان محب للتراث وعاشق للتراث. ولما يتعامل الغيطاني مع بعض الأحداث اللي وردت في التراث تلاقيه خايف يسيب حاجة منها، يعني انت عارف عشقك للتراث لدرجة انك خايف تسيب حاجة، خايف تسيب الجملة دي، خايف تسيب الاسلوب ده، خايف تسيب الواقعة دي، خايف تسيب الحادثة دي. أنت تشعر كأنك عثرت على كنز وتريد أن نعم يعرف طبعا، ما الناس كله تقدرش، بي... ما آه تقدرش يعني بالذات اللغة، بالذات طريقة التناول، بالذات الاسلوب، بالذات الانتقالات. وزي ما قلنا قبل كده ان المؤرخين كانوا طبعا اسرع من من الادباء في الاستجابة للغة العصر. ليه؟ لان المؤرخ كان حضرتك كل الكتب مهتم التاريخ عندنا بالتدوين. اسمها ما يسمى باليوميات، او بيقول لك بنسميها الحوليات، والحوليات دي فيها ايام، يعني سنة كذا وحصل فيها يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا، فلازم يدون كل يوم. فطبعا مش هقول هيكتب بقى، طيب، ما هو اللي حضرتك بتقوله دوت وكأنه تأثر أيضا بهذه الفكرة، نعم فأسماه ليس لم يسميها روايات التدوين بل أسماها دفاتر التدوين، دفاتر وقال التدوين، أنها لفظة فارسية وهي نعم يراها أن هي أكثر دقة. نعم بس هي تعتبر عربت يعني. وحتى انت حضرتك ممكن نقول مثلا الجبرتي، ممكن نقول المقريزي، ممكن نقول ابن تغري بارد زي ما قلنا، ممكن نقول ابن ياس. هو لا يكتب زي ما انت بتقول حضرتك كده كتاب تاريخ، ولا يكتب، يكتب دفاتر تاريخ. وهم على فكرة استخدموها في التراث برضو القديم، برضو دفاتر التاريخ. وهو حتى بيقول مش دفاتر وبس، ده هو كمان بيعمل ما يسمى زي ما حضرتك تفضلت قبل الهوى وقلت ما يسمى بالسرادقات، يعني انت فاهم يعني ان ده في البناء بقى يا دكتور، يعني احنا البناء هو كان مهتم ايضا بفكره البناء نعم وفكره التجديد. يعني احنا عندنا في الزيني بركات مقدمه نعم ونهايه وما نعم بينهما سبعه سرادقات، تمام؟ في متون الاهرام نجد ان الفصل الاخير عباره عن كلمه وهو يبني بناء هرمي، وكأن الكلمه هي قمه الهرم، هي نعم الاقل يعني مساحة على مدى فصول هذه الرواية. لو تكلمنا عن التجديد عند جمال الغيطاني وأيضا اهتمامه بالبناء الروائي. مما لا شك فيه أن الأستاذ جمال الغيطاني جدد تجديدا واضحا بالنسبة طبعا لأهل جيله، أو بالنسبة لمبدعي جيله. وأنا في رأيي أن التراث كان هو منطلق جمال الغيطاني للتجديد، يعني لم يكن الأدب الغربي مثلا زي جيله، يعني في ناس جددوا خدوا من الأدب الغربي وبدأوا يشتغلوا عليه والتجديد جه من هنا. لا، جمال الغيطاني جاء من التراث، من التراث الى التراث كما يقول. وحتى احنا بنلاحظ في بعض الاحيان يعني احيانا بيعرض مثلا وجهات النظر، زي مثلا في الزيني بركات، واخد بال حضرتك؟ احنا الزيني بركات ده يمكن ما عرفناهوش، يعني ما يعني كشخصيه فين هي، احنا عرفناه من خلال الكلام عنه، يعني الكلام من خلال عنه. يعني تقنية الأصوات في انت هذا عارف الدور. حضرتك رو عندنا في التراث، وقال وورد ووصل الى وعلمنا وحصل حدث كذا. فتبني معالم هذه الشخصية تبني من تعلم خلال شخصية. أصوات متعددة وانا في داخل رأيي ان الرواية. دي تقنية تراثية رائعة في فن الحكي، يعني امتزنا احنا بيها، ويا ريت الجيل الجديد يحاول ان هو لا، هي ينتبه أصبحت الى منتشرة، يحاول يعني برضه تقنية ينتبه ليها الأصوات اكتر، موجودة يعني في بس العديد من الروايات. يقرأ التراث قراءة واعية فاحصة هاضمة. تمام. طيب، مرتبط بالتراث أيضا هو اتجاهه إلى الصوفي في نعم التجليات، نعم وهذا الحس الصوفي الموجود فيها. لا، هو الصوفية من أول كتاب لجمال الغيطاني، هي الشاب اللي عاش 1000 عام من ساعتها، وهو الصوفية عنده لصيق أو ملتصقة به تمام الالتصاق. ولكن عايزين بس نقول إيه، أنهي صوفية؟ أنهي صوفية؟ أدب الصوفي أصلا في تراثنا للأسف الشديد 70% منه غامض، يعني غامض، يعني من لا يقرأ الصوفية وهو لديه خلفية عن الفكر الصوفي أو عن التراث الصوفي أو عن الصوفيين أنفسهم كشخصيات، أعتقد أنه هو يصل إلى التيه الأكبر، واخد بالك؟
ومن الممكن أن يدخل فيه خاصة لتأويل بعض الأبيات الشعرية، يعني نعم فتح الله عليك، نعم فعلا بتدخل في بالذات مشكلات الشعر، كبيرة، بالذات الشعر، بالذات الشعر تدخل إلى يعني حتى هوية بردة البوصيري البعض مثلا. يعني ودي مشهورة جدا ومحفوظة ومعروفة، ما بالك بقى الحاجات اللي هي مش معروفة، الحلاج ولا السهروردي، الوزير المقتول أو الآخر، أو الجنيد إذن أو التستري أو جمال الغيطاني اتبع أي طريقة في التعامل مع التراث الصوفي؟ اتبع طريقة الفاهم للتراث، مم. الفاهم للتراث الصوفي بالذات. هو انت عارف حضرتك برضو ان المقامات الاولية او مقامات اهل البيت او الاخر اللي هي كانت اللي منتشرة طبعا في مصر بطولها وعرضها، واخد بال حضرتك، هو ما اكتفاش بالقراءة عن هؤلاء الاولياء او هؤلاء الصوفية، لا ده انت عارف حضرتك دخل الى هذه المقامات وشاف اللافتات بتاعتها وقرأ عنها وفهم عنها. فالعبق دوت حضرتك بيديك بعد غير انك ماسك ورق وبتقرأ منه. تاني حاجة انه سمع من الناس، سمع، مسألة السماع دي مهمة، واخد بالك، الأولياء دول والكرامات بتاعتهم طبعا إن هو يعيش الحالة يعيش نفسها الحالة دي، الموجودة. انك تعيش حضرتك الحالة غير انك تمسك مراجع وتكتب منها. وهو عشان كده قال ان كل حجر في القاهرة يحكي ملحمة، هو كأنه متجول ما بين مصرية. يعني صفحات الكتب وما بين المباني اللي اتكتب من خلالها هذه الصفحات. نعم، لذلك لما قدم برنامج تلفاز ليه في أحد القنوات، واخد بال حضرتك، ما كان بيتكلم، واخد بالك، قدامنا، واخد بالك، مش كأن مثلا الولي أو المريد ده اللي بيتكلم عنه كأنه هو يعرفه، واخد بال حضرتك. ودي طيب. مسألة مهمة على فكرة، الاستيعاب وتحوله للمتلقي، لأن ده أنت عارف دي خصوص، يعني دي في تراثنا مسألة خصوصية قوي أو مسألة خاصة جدا. فإزاي توصلها لي؟ أعتقد إن الأستاذ جمال قطعا ما جاش من فراغ، ولكن نتيجة قراءة ونتيجة استيعاب ونتيجة سمع ونتيجة فهم لهذا التراث. جمال الغيطاني كان من أصدقاء نجيب محفوظ، نعم، وإذا خلال الأسئلة السابقة تكلمنا عن الزمن والعودة إلى التراث، نعم، ولكن إذا تكلمنا عن المكان، كيف اختلفت حارة جمال الغيطاني عن حارة نجيب محفوظ؟ طبعا هناك اختلاف، معلش يمكن حد يزعله مني، لا في فرق كبير، معلش ده ما يزعلش يعني. لا يعني نجيب محفوظ طبعا أمر آخر، الواقعية الفلسفية إذا كان التعبير صح، واخد بالك. أما جمال الغيطاني، نعم هناك واقعية، ولكن الواقعية التي لا تغادر التراث أيضا، يعني لا تغادر التراث، واخد بالك. جمال الغيطاني كان بيتحرك برضو في مساحة الإيه، مساحة التراث، في عبق التراث، في عمق التراث، في داخل التراث، ولكن نجيب محفوظ كان أكثر جرأة في رأيي. العم نجيب كان أكثر جرأة، أكثر جرأة في اقتحام العديد من المشكلات في الفلسفية التي وصلت أحيانا إلى بعض المشاكل الفلسفية الميتافيزيقية، واخد بال حضرتك. ولكن الأستاذ جمال كان على يعني على البر، يعني بسيط وتقرأ وتفهمه، واخد بالك. وإن كان في بعض الروايات الأولى، واخد بالك، كان في صعوبة شوية لاحظناها، ولكن بعد كده طبعا مع الخبرة والتجربة وبدأ الأسلوب يبقى أسهل شوية. ولكن يعني هو تلميذ نجيب محفوظ، وتلميذ نجيب لنجيب محفوظ، واخد بالك، وكان طبعا من رواد احنا عارفين مجلسه، وكتب نجيب محفوظ يتذكر، وعارفين والمجالس المحفوظية، مجالس المحفوظية طبعا هو متيم بنجيب محفوظ. ولكن هو جاز من ممكن نقول خرج من معطف محفوظ، ولكنه ليس كمحفوظ. لا، هو هنا ليست يعني فكرة مقارنة ما بين أديبين، لكن هي الفكرة في الاختلاف في التعامل مع المكان. يعني مثلا عايز اقول لحضرتك برضو المكان هنا، طبعا نجيب محفوظ كان بيتعامل مع المكان كأنه قدامك مكان ايه، مكان مكشوف، واخد بال حضرتك. يعني كأن نجيب محفوظ يعني في بعض الروايات بتحس ان هو مش بس اتولد في المكان ده، المكان ده بتاعه، تعرف المكان ده بتاعتك، الاستوديو ده بتاعك، انت فاهم، تفاصيل ما يعرفهاش الا واحد عاش في المكان ده وتربى في المكان ده ويعرف كل سماته وكل خصائصه، واخد بالك، اللي هو بنسميه العمق يعني. ولكن جمال الغيطاني وكأنه يبحث من خلال نعم المكان، يبحث في المكان من خلال
التراث والتاريخ. فتح الله عليك البحث. هنا البحث صح. تمام. طيب يعني احنا قلنا نجيب محفوظ، لكن طالما قلنا جمال الغيطاني فنتكلم عن ابن إياس. نعم. وخاصة أنه يقال أنه تأثر بشكل كبير جدا سواء على مستوى اللغة أو من خلال بدائع الظهور حتى في كتابة الزيني بركات. كتاب ابن إياس يعد من الكتب التاريخ في تلك الفترة المملوكية، وأنا بسمي عصر المماليك ده عصر الموسوعات. عصر الموسوعات. بدائع الظهور لابن إياس. على فكرة ابن إياس أصلا كان ابن يسمى من أبناء الناس. يعني إيه أبناء الناس؟ يعني حتى بنقولها شائعة أبناء الناس، يعني هو أصلا أهله كانوا بيشتغلوا مع زعماء المماليك أو السلاطين، واخد بال حضرتك؟ فلما تشتغل معهم فترة طويلة وتتربى عندهم بيدوك لقب اسمه ابن الناس، واخد بال حضرتك؟ ورغم ذلك كان هذا الرجل مش ابن ناس ولا حاجة. ليه؟ لأنه كتب أدق دقائق المجتمع المصري بكل ما فيه، لم يترك صغيرة وكبيرة إلا وأزيدك من الشعر بيتا. عندما جاءت الحملة الفرنسية على مصر وكتبت كتابها الشهير وصف مصر، 164 عالم فرنسي كتبوا هذا الكتاب. المرجع في العادات والتقاليد للشعب المصري كان كتاب ابن إياس. ولذلك تأثر به جمال الغيطاني. لذلك تأثر به لأنه كان، أنا في رأيي، كتاب مفتوح بالنسبة لكل كبيرة وصغيرة في مصر. موسوعي كما قلت. كتاب موسوعي. وتأثر به الأستاذنا جمال الغيطاني رحمه الله تأثرا كبيرا، حتى في اللغة. حتى في اللغة وحتى المفردات المتبعة وحتى في الشخصيات. وأعتقد أن الزيني بركات كانت في كتاب ابن إياس الشخصية دي يعني. وبرضو شخصية البصاص بتاع الزين بركات برضو تمام، برضو كانت في نفس الكتاب. أحيانا كما يقولون الماستر بيس أو أكثر أعمال الكاتب أو الفنان توهجا ربما تظلم أعمالا أخرى. نعم. يعني يحيى حقي وقنديل أم هاشم والزين بركات وجمال الغيطاني. وفي الفاصل حضرتك قلت لي أن هناك العديد من الأعمال ربما. نعم. من 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 الجميل دراستها وإعادة قراءتها، وبرضه من الجميل أن يعود إليها شبابنا ليعرف جوانب أخرى في العالم الروائي أو المشروع الروائي لجمال الغيطاني. مثلا نتعرف على مثلا حاجة بسيطة جدا، مثلا في دي كتاب اسمه سفر البنيان. هذا الكتاب بيكلم مجموعة حكايات، أبطالها إيه بقى يا أستاذ خالد؟ أبنية وبناؤون. حوار ما بين البناء مثلا مسجد من المساجد، واخد بال حضرتك؟ بيتكلم، يبدا يتكلم مع كنيسه مثلا، يتكلم عن كأن واحد جه الراجل ده اشترك في بناء الكنيسه ويبدا يحكي لنا القصه كانه مسجد ما بين نعم. ما بين المبنى والفتره التاريخيه من خلال حياه البناء. الجمال كمان ان المبنى يتحدث معنا ايضا. هذا كتاب مهم على فكرة رغم صغره، إلا أنه كتاب مهم، اللي هو سفر البنيان. واخد بالك؟ بيحكي عن المباني في مصر، حتى كمان الفرعونية، بيتكلم عن مباني فرعونية، مش بس مباني بس يعني العالم المحبب لجمال الغيطاني اللي هو مصر الإسلامية زي ما أنت عارف، أو مصر المملوكية، ولكن هنا نجد أيضا يتحدث عن مباني فرعونية ومعابد فرعونية. والجميل في الكتاب ده بقى إخواننا بتوع الآثار، المصطلحات. يشرح العديد من المصطلحات في العمارة، في فن العمارة. يشرح العديد من المصطلحات في فن العمارة، وبيكلم كمان عن إيه؟ يعني أما يكلم عن المبنى مش بس من النواحي الهندسية، لا، انعكاس المبنى على البيئة اللي هو فيه. يعني المبنى ده عمل إيه في البيئة؟ وأيضا حوار الشرق والغرب من خلال الطائرة وهو. نعم. ذاهب إلى ابنه في نعم. نيويورك. نعم، دي طبعا عمل مهم جدا، وحكلمها عن حضرتك أما كان رايح لابنه في نيويورك، لأنه ابنه كان بيدرس في نيويورك أنت عارف. هذه الرواية أعتقد أنها مهمة قوي، اللي هي اسمها مدينة الغرباء، أو عنوان جانبي أو عنوان فرعي مطالع نيويوركية، نسبة إلى مدينة نيويورك. أو يعني بقول عنوان تالت على فكرة، اللي هي تلاتة. وعلى فكرة أنا بتاع ببلوغرافيا وعارف يعني العنوان بيتكرر أحيانا. كاتب في مدينة الغرباء.
تمام، شوف 3 عناوين لهذا العمل. وطبعا لما كان ده انا بعتبره ان هو من ادب الرحلات المميز لدى استاذنا المرحوم جمال الغيطاني، وبيربط فيها كده هو في بقى في الطياره بقى، وبيبدا بقى يرجع بقى للورا يفتكر مصر بقى، مصر التاريخ ومصر الحضاره ويربط. ورغم اللي شافه في نيويورك الا انا حاسس بالغرور الاغتراب. لكن فكرة التصنيف الأدبي عند جمال الغيطاني، يعني احنا لو اتكلمنا عن دفاتر التدوين هي رواية ممزوجة بسيرة ذاتية ممزوجة بأدب رحلات، هي خارج التصنيفات المعروفة أو المحدودة. ممكن أقول هنا إن جمال الغيطاني كان من أوائل الناس الذين آمنوا بتدخل الأجناس الأدبية، لأن زي ما قلت حضرتك ممكن رواية على سرد تاريخي، مش عارف التعبير ده صح، سرد تاريخي، على ممكن كمان تدخل أدب رحلات، أدب صوفي، يعني واخد بالك هو آمن بتداخل الأجناس الأدبية. طيب، فترة مهمة جدا من 69 ل 76 عمله كمراسل حربي. نعم. وده يعني على ما أذكر حوالي 3 أعمال. عندنا مجموعة قصصية أرض أرض، حكايات الغريب، وأيضا بطولة إبراهيم رفاعي والفرقة 39 وهي رواية رفاعي. نعم. فكرة كيف يتحدث جمال الغيطاني عن البطل، عن هذا الجندي على الجبهة، أو حتى من خلال حكاية الغريب كيف يتحول الشخص العادي المهزوم داخليا إلى بطل وإلى مقاوم في السويس؟ أولا معلش دعني أقول، عندما أذكر كلمة جمال الغيطاني مراسلا حربيا، معلش عفوا عبر برنامج القيم، في 2 لازم يتذكروا وراه معاه على طول. المصور الكبير جاد الكريم، طبعا احنا عارفين ده أبرز واحد صور بالنسبة لحرب أكتوبر واللي حصل في حرب الاستنزاف، ثم أستاذنا عبد مباشر. طبعا دول الثلاثة دول طبعا لازم يذكروا على طول في أما أتكلم برسالة. أرجع للأستاذ جمال الغيطاني. جمال الغيطاني عندما ذهب للجبهة وعاش فيها، واخد بال حضرتك، سنوات طويلة، كل فترة حرب الاستنزاف وحتى بعد حرب أكتوبر كمان، راح بشكل مختلف عن المراسل الحرب العادي. انت رايح وقاري عن الإنسان المصري، قاري عن كل جزئية من جزئيات الإنسان المصري وعن مصر، واخد بال حضرتك، وعن الروح المصرية وعن بعد الروح انكسار كبير وهو نعم نكسة نعم 67. نعم طبعا دي كانت فترة حرب، بتكلم على فترة حرب الاستنزاف بالتحديد، واخد بال حضرتك. انت رايح زي ما قلت كده قارئ فاهم واعي عارف، واخد بال. وانا في رأيي ان حكايات الغريب التي كتبها استاذنا الغيطاني واخرجتها تلفازيا استاذتنا انعام محمد علي، اعتقد انها من الاعمال التي القت كلوزات ساطعه على ايه؟ على شريحه من المصريين الحقيقيين، هم دول المقاومين الحقيقيين، هو هم دول اعتمدت اللي بشكل رفضوا. كبير على القصه الخامسه نعم على ما اعتقد في نعم حكايه نعم الغريب. هو رفضوا يخرجوا من السويس زي ما انت عارف حضرتك، رغم الحصار، وعاشوا حياتهم العاديه، وفي نفس الوقت ينتقد الاوضاع اللي موجوده، الناس اللي مش حاسه باللي بيحصل، الناس اللي بتستغل الظروف. انا في رايي انها من افضل الاعمال التي كتبت عن حرب اكتوبر رمضان، مع طبعا التقدير الكبير لكل من كتب في هذا وحتى المؤسس. ايضا في روايه رفاعي كيف استطاع ان يعرض للانسان الى جانب نعم المقاتل نعم ايضا، هذا ولكن البطل حكايات طبعا. الغريب من خلال ايضا عرضها على الشاشه ربما اعطت جماهيريه اكبر لحكايات الغريب لجمال الغيطاني، اللي هنشوف مشهد من هذا الفيلم إخراج أنعام محمد علي، ثم نعود للعديد من المحاور حول الأديب الكبير جمال الغيطاني. ملحمة الإنسان المصري البسيط الذي يتحول إلى مقاتل رافضا للانسحاب من خلال حكايات الغريب لجمال الغيطاني. نستكمل الحديث حول هذا الأديب الكبير من خلال العديد من الأعمال، ولكن أيضا أريد التحدث عن مجال آخر لجمال الغيطاني، وهو الجانب الصحفي والحركة في الوسط الثقافي. يقال أن خلال فترة السبعينيات والثمانينيات ربما انخفضت
نسبة توزيع نسبة القراءة، القراءة بعض يعني. ولكن من خلال رئاستي للقسم الأدبي نعم بأخبار اليوم، ثم صدور جريدة أخبار الأدب التي كانت وما زالت تجربة صحفية أدبية رائدة على مستوى الوطن العربي. فإذا تكلمنا عن جمال الغيطاني في واقع الصحافة المصرية والعربية، بدون شك يا أستاذ خالد، الأستاذ جمال الغيطاني رأس القسم الأدبي بصحيفة الأخبار 8 سنوات. وعلى فكرة برضو لازم نرجع لورا ونذكر الأستاذة حسن شاه، برضو كانت من مؤسسي هذه الصفحة التي كنا ننتظرها كل يوم أربعة. وبعد ذلك زي ما قلت حضرتك نسبة القراءة انخفضت جدا. وعلى فكرة اللي عمل هذه النسبة كان الأستاذ السيد أبو النجا لو تذكره، عالم الإدارة المشهور، عمل بحث عن استقصاء نسبة القراءة وقدمه للأخبار. ده أيام ما كانت الصحف بتشارك في استطلاعات الرأي، وقال إن نسبة القراءة انخفضت ونسبة الإقبال على الكتب والصحف انخفضت جدا. وهنا جت الفكرة عند الأستاذ جمال الغيطاني ومجموعة طبعا من الصحفيين لتأسيس صحيفة أدبية. طبعا حكاية صحيفة أدبية دي يعني هو كان موجود، كان موجود الرسالة، أحمد حسن الزيات لما راح للدكتور طه حسين وقال له أنا عايز أعمل مجلة أدبية، قال له ده ضرب من الجنون. يعني مين حاجة أنت تخيل لا، بقى. ولو إن خلال فترة العشرينيات والثلاثينيات كان فيه بنتكلم عن العديد من الصحف الصحف والمجلات التي الأدبية، تصدر لا لا يعني بشكل عندنا دوري، وإذا أغلقت جريدة أو مجلة قطاع تاني، عندنا تصدر باسم المختطف وعندنا آخر. البلاغ وعندنا الرسالة وعندنا الثقافة، نعد يعني. فالمهم طبعا بس الفترة دي إن تيجي تقول هعمل بقى صحيفة ثقافية تصدر أسبوعية، طبعا دي مسألة طبعا في الوقت ده. وبالفعل قيض الله له من وقف مع الفكرة وأيدها ودعمها، وخرجت لنا صحيفة ما زالت إلى يومنا هذا، وهي صحيفة أخبار الأدب التي من خلالها تخرج العديد من الأقلام الجادة والموجودة الآن تثري وترفد الساحة الأدبية بكل جميل وبكل ما لذ وطاب في مختلف الإبداع. وطبعا ده كان في الوطن العربي في الوقت ده حاجة كبيرة يعني. يعني إيه؟ والشيء الجميل إن كانت هذه الصحيفة أيضا كعادة مصر دائما كانت تنشر لأقلام عربية كبيرة، وكان وقال لي بعض الإخوة العرب من زملائنا كانوا يقولون إنهم كانوا ينتظروا هذه الصحيفة عندما تأتي في المطار، يعني البعض قال لي هذا. إذا كان هذه الصحيفة كان لها أثرها الكبير. وطبعا إحنا محتاجين يعني في زمن ثورة المعلومات والإنترنت والفيسبوك الانفجار المعرفي برضو إحنا، أنا ما زلت مصر بقول ما زلنا محتاجين إلى وعاء ورقي ثقافي. طيب احنا يعني لا نريد التحدث عن جمال الغيطاني وكأنه فقط يذهب إلى التاريخ، إلى الماضي فقط، نعم. ولكن كان هناك اتجاه آخر وهو الفانتازيا. نعم فإذا تكلمنا عن رواية مثل الزويل نعم على سبيل المثال، حتى نعم المجموعة القصصية الأولى أوراق شاب عشاء ألف عام هي فيها برضو نوع من أنواع الفانتازيا، من نعم خلال نعم شاب يقرأ أوراق شخص عاش عام 1967 وهو في عام 1967، وأيضا المجموعة القصصية يمام. نعم إذا تكلمنا عن كتابة جمال الغيطاني وهو متجه إلى الناحية الفانتازية بدلا من الهروب إلى التاريخ، أنا هنبدأ بقى بالفانتازيا. أهم عمل في رأيي، أنا رأيي المتواضع كقارئ طبعا، وهو هاتف المغيب. هذه الفانتازيا الحقيقية، لأن تتجسد فيها كل سمات أدب الفانتازيا اللي حضرتك تعلم. بعد غزو العراق، أخبار حضرتك جال البطل هاتف يقول له هاجر إلى فين؟ إلى نحو مغيب الشمس، واخد بال حضرتك؟ وخلال طريقه إلى نحو مغيب الشمس هذا، لك أن تتخيل أنك في رحلة عجائبية غرائبية بها أخبار الطيور وبها ما لذ وطاب من الحكم وبها ما لذ وطاب من الأقوال الفلسفية، واخد بال حضرتك، بأسلوب مباشر وغير مباشر. وأعتقد أن الأستاذ جمال كتب هذه الرواية، أعتقد اللي هي هاتف المغيب، أعتقد وهو متأثر جدا بالحال التي أصبحنا فيه بعد موضوع غزو العراق.
والأمة العربية كيف أصبحت، وأعتقد أنه كتبها بحب شديد وبفكر مش بقى أقول أنا الفانتازيا الذي هو إيه يعني المضحك المبكي، المضحك المبكي، يعني إزاي يتجول في التاريخ وفي الرحلات العجائبية والرحلات الغرائبية ويستمد منها ما يضحك وما يبكي. لكن من خلال الأعمال المختلفة، وإحنا بنتكلم عنها أوراق شاب عاش ألف عام مرتبطة بشكل ما بالنكسة 67، نعم. أعمال أخرى مرتبطة بفكرة الانفتاح، نعم. أعمال أخرى على سبيل المثال حراس البوابة الشرقية، نعم. عن الحرب العراقية نعم. الإيرانية، العمل اللي حضرتك بتتكلم عنه اللي هو مرتبط أيضا هاتف المغيب، هاتف المغيب، ربما نعم. متأثر بما حدث برضو حصل في موضوع العراق، حرب الخليج الثانية، نعم. نعم. طيب تفاعل جمال الغيطاني مع ما يحدث على أرض الواقع في وطننا العربي، وكيف يستطيع صياغته بشكل مختلف تماما مستمدا من التراث أو مستندا على الفانتازيا. نعم، يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة، ليه هو رواية اسمها رسالة البصائر في المصائر. هذه الرواية تقراها حضرتك، فكرة الانفتاح اللي حصل في البلد وجشع التجار وتهميش الفقراء، والفقراء مش لاقيين نتيجة هذا الانفتاح، لكن عمرك وانت بتتكلم وانت بتقرأ هذه الرواية ما تقول أبدا ان في مباشرة فيها. يعني أنا شخصيا قرأت هذه الرواية وعمر ما حطيت في اعتباري ولا في تصوري ان دي رواية مكتوبة عن الانفتاح الاقتصادي في السبعينات. فحضرتك لما تقرأ هذه الرواية بتلاقي حتى الاسم نفسه يعني مين هيقول صياغة قديمة، يعني رسالة البصائر في المصائر، مين هيتخيل ان هذه الرواية عن التحولات الكبرى؟ لا، ومتكلم عن حاجة كمان، الثروة النفطية وكيف لها جوانب سلبية، برغم انها نعمة من النعم اللي دان ربنا للوطن العربي، الا انها في الاسف نقمة في بعض الاحيان. تمام. طيب طالما اتكلمنا عن عن اديب اهتم بفتره الحكم المملوكي، البعض يشير ايضا الى انه ربما تاثر بسعد مكاوي والسائرون نيامه. طبعا المنطلقات بتاعه الاستاذ سعد مكاوي غير المنطلقات بتاعه استاذنا جمال الغيطاني رحمه الله على الاثنين. تماما، يعني جاز الفترة واحدة من ناحية التاريخية يعني شوية، بس فترة جمال الغيطاني محدودة شوية، يعني فترة تاريخية محدودة، الفترة محدودة، واخد بالك، تاريخيا محدودة، عهد أو اتنين أو ثلاثة، لكن فترة سعد مكاوي أكثر ممتدة بشكل أكبر. دي حاجة. الحاجة التانية إن سعد مكاوي بياخدك رابط بين الصعيد وبين جهينه في الغرب، اللي هم طلبه الازهر، اللي بيروح ما برضه في طلبه ازهر في عند الشخصيه الرئيسيه الموجوده في زين البركات، يعني زعلنا منه انه يعني طلع بعض البعض يعني بصوره مش كويسه، يعني لا طبعا الكل وطني، معلش، بس هي الحياه كده، الحياه فسيفساء فيها السلب والسيئ والجيد. طيب هل 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 مهنه النسيج كان ليها تاثير ايضا على كتابته؟ يعني كرسام نسيج ومفتش كمان. ده حضرتك من ضمن الاعمال كان بيشتغل مفتش في جمعيه اسمها جمعيه خان الخليلي للحرف اليدويه، وكان بيتطلب منه انه يزور كل قرى مصر في الصعيد وفي الوجه البحري عشان يفتش على مصانع السجاد والكريم ويشوفها مطابقه للمواصفات ولا لا. فطبعا دي انت عارف ده كان اسراء ليه، لانه ما كان يقعد يتكلم معاك وتقول له مثلا جه هنا، كان حضرتك رغم ان هو معاش على فكره في جه هنا كتير، لان هو كان دراسته في عبد الرحمن كانت خدها المدرسه وبعدين مدرسه الجماليه بس خلاص ومشينا على كده، ومدرسه محمد علي بقى في القاهره الصناعيه وكده. لكن اللي عايز اقوله لك، رغم ذلك كان مذاكر، يعني حاطط وكان عنده خريطه لقرى مصر والمراكز قلت له حتى مره قلت له انت مقريزي مصر، مقريزي الخطط، اعتقد عمل خطط الغيطاني، خطط الغيطاني برضه، وعلى فكره كلمه خطط بكسر الخاء خطط بتاعن خطه لا الخطه غير الخطه، الخطه بكسر الخاء معناها الحاره او الزقاق،
واخد بالك، او الشارع الصغير. فخطط المقريزي هو تاثر بيها جدا وعمل برضو خطط الغيطاني. معلش انا عايز اشير حاجه هنا برضو، حكايه علم النفس عند الغيطاني، ودي مفاجاه الحقيقه كانت بالنسبه لي. هو ليه روايه اسمها حكايات الخبيئه، تخيل ان هذه الروايه نفسيه 100%. بيتكلم عن المتناقضات في اعماق النفس البشريه، الصراع بين الخير والشر في النفس الانسانيه، الصعوبات التي تقابلنا في فهم النفس الانسانيه. بيحاول ان يحللها وبيحاول انه يفك هذه المتناقضات وبيحاول انه يظهر اسبابها. ولكن الحقيقه برضو حتى الاسلوب اللي كاتب بيه برضو هو الاسلوب الايه، الاسلوب برضو الايه، التراثي، لدرجه مثلا لما يجي واحد يتكلم احيانا ما ينساش ان هو يكتب جمل فيها سجع، واخد بالك. فالحقيقه دي برضو من الاعمال اللي يجب ان تلقى الاضواء عليها. طيب وهي لو رحنا لعمل تاني ربما برز من خلاله فكره التجريب الفني عند جمال نعم الغيطاني، نعم وهو وقائع حاره الزعفراني. نعم. وقائع حاره الزعفراني في رايي انها روايه يجب ان يكتب عليها الجمله التاليه: على الانسانيه ان تستفيق مما هي فيه. هذه الجمله: على الانسانيه ان تستفيق مما هي فيه. لو استمرت الانسانيه على هذا الوضع الذي هي فيه فاعتقد ان الفناء يقترب منها. طيب في دفاتر التدوين يقول الغيطاني: هذا المشروع يستهدف كتابة الذاكرة ويقوم على فكرة النص المفتوح دائما، ولا ضرر عندي من أن يأتي من يكمل بعدي. أعتقد أن كتابات جمال الغيطاني المختلفة هي من خلال تدوين الذاكرة من خلال العودة للماضي. نعم. ولكن في دفاتر التدوين وكأنه يدون لسيرته، ليس فقط سيرة ذاتية ولكنها سيرة للأفكار. نعم. وسيرة للمكان والزمان. نعم. وطبعا النوع الثاني اللي بتقول عليه حضرتك ده أصعب. يعني أنا ما أحكي حكاياتي مثلا زي مثلا اعترافات جان جاك روسو، زي مثلا الأيام، واخد بال حضرتك، انت بتحكي عنك وبتحكي عن الناس اللي حواليك. لكن في جمال الغيطاني في دفاتر التدوين على الاقل الثلاث اجزاء الاولانيه، واخد بال حضرتك، اللي هم نقولهم بس عشان المشاهد، اللي هي خلوسات القرى وبنى فتدلى ورشحات الحمراء، دول الثلاث دواوين الاونين، هم دول بالذات، هم دول بالذات اللي هتلاحظ فيهم حضرتك في بعد اكتر كده اجزاء اخرى زي نثر المحو. نعم نعم. بس انا بتكلم على ان دول اللي يعرف الاستاذ جمال هيلاحظ ان هو موجود في الثلاث أجزاء دول بوضوح بوضوح شديد، خد بال حضرتك. يعني هو في اللي كان في الاخر المفروض يقول لي، واللي بتكلم عنه ده اسمه جمال الغيطاني، يعني كان في وضوح. او حضرتك اللغه بقى، اللغه هنا بقى بدات طبعا عند جمال الغيطاني تكون لغة الايه، يعني الحكيم المفكر. يعني اللغة بدأت ايه، ما تبقاش تلهس وتجري، لا، واخد بال حضرتك، بدأت اللغة تكون المعتمد رائقة على مسيرة طويلة، والمعتمد طبعاً على خبرات كثيرة ونظرة الى الزمن والماضي. نعم. وذكريات نعم. وغير ذلك. فالحقيقة هي متعة قراءة هذه السيرة، هي متعة. إذن نحن أمام أديب متنوع، ربما استند على التراث واستند على فترات تاريخية ليرصد مشكلات الواقع التي لا يجدوها مختلفة كثيرة عن مشكلات الماضي، ليقول كما قال دكتور يسري عبد الغني ضيفي: علينا أن نستفيق. في نهاية هذه الحلقة حول الأديب الكبير الراحل جمال الغيطاني في ذكراه الثالثة، أشكر دكتور يسري عبد الغني الباحث والخبير في التراث الثقافي. بس يا ريت برضو نقول: ما زال التراث منهل عزب، يجب أن ننهل وننهل منه. بالتأكيد بالتأكيد. شكرا لحضرتك وشكرا للبرنامج القيم، ودائما قناة النيل الثقافية قلعة الاستنارة في مسبيريو. أشكرك يا فندم. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة من فنون الكتابة.